والله استاذ عندي هذا حافظ اول ما اجي هيك يعني ما يشوف، فوديناه للدكتور، الدكتور قال هاي عنده داء الزرقاء الولادي. رحنا استاذ للمستشفيات، راجعنا باربيل هنا مستشفى التركي، قالوا لازم يسافر خارج العراق الى دوله متطوره مثل امريكا، المانيا، روسيا، بريطانيا. قال لي ايران لا تروح، تركيا لا تروح، الهند لا تروح، يحتاج دولة يعني متطورة وعندها كفاءة بالعلم والجراحة، لان زرع صمام ويحتاج يعني يحتاج يعني. يعني اعزائي المشاهدين، شوف الطفل علي يعني يتحسس بضوء الموبايل، يعني سيف لو صور لي، شوف ابو يعني موفق، شلون والدتهم وياهم خطيه ذول الاطفال؟ والله هم يعني يحتاجون عمليه بدوله متطوره، واحنا امكانيه ماكو، نازعين هنا اشتغل عامل اجور يومي في سبيل اسدد يعني اجار مال البيت، وكل فتره يراد لهم تشيك يعني بالمجمع التركي، اسويهم تحت التخدير 12 ورقه الى 15 ورقه بس، يخدرونهم تخدير موضعي، تشيكون ضغط العين، تشيكون المي، تشيكون ارتفاع ضغط العين، كلها هاي بالمستشفيات التركيه. بالمستشفى؟ اي والله مستشفى تركي اهلي يعني. زين علاجهم شلون دي؟ والله استاذ وليد العلاج ما بده ياخذون قطرات، قطره كازوب امريكيه، سعر القطره 100,000، انا اشتريها من الصيدليات الخارجيه. راجعت مستشفى الرزقاري قالوا ما عندنا هاي القطره، مستشفى الجمهوري قالوا هاي القطره ما موجوده عندنا. فدا اشتريها، اثنين مستخدمون قطرات مال ضغط العين. هاي القطرات اذا ما ياخذها، هاي قبل فتره يضرب راسه على الحائط على مود حافظ يارم. حافظ اي وعلي هيك عيونه يصير هيك يارم، ياخذ القطره لا يرتاح. من اي من ياخذ القطره تخلص هاي القطره، راسه يقوم يضرب راسه على الحائط، عينه هيك تارم ما ينام، يقوم الليل كله يمشي. فيستخدمون هاي القطرات، وكل شهر انا لازم اوديهم اشيكهم على مود هاي ارتفاع ضغط العين، تشيك لازم اسوي. زين ابو موفق، انت دا تطلع يعني عامل وتشتغل باربيل ودا تدفع قلت لي 500 اجار، شلون دا تنطي فلوس القطرات والكذا؟ والله استاذ الحمد لله قاعد اشتغل يعني بهذا الجهد يعني اغلب الاحيان يعني حتى اكو جماعه هنا الحمد لله الشغل معيب، يعني عندهم بيوت بناء صب ويا نجار، فالناس بيشوفون عندي معوقين اكثرية الناس، اي واحد عنده شغل يجي عليه يقول لي تعال اشتغل يمي. زين ابو موفق، احنا جيناك قناة سامرة اجتك وشوف النازحين بكل مكان. نعم. شت ناشد من خلال شاشتنا ان شاء الله. والله ناشد ان من حكومتنا، حكومة صلاح الدين بالدرجة الاولى قبل حكومة بغداد، انا يدحقون عنده معوق يساعدونه يعني هسه لو بس هاي حق القطرات، من هنا مراجعات تشيك على الدكتور، يعني هاي تكلف 15 ورقة، تدري مجمعات تركية ما يحشون بالالف والمئة الف والخمسين الف، يعني كل شيء غالي هم بالاربيل.